حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو الكاتبة والأكاديمية الأستاذة بثينة خليفة قاسم. مساء الخير أستاذة بثينة. مساء الخير. كما رأينا أوجه الفساد كثيرة في الملف القطري، قد يكون جانب منها الرياضي كما شاهدنا، ولكن هناك أوجه أخرى. برأيكم إلى أي حد من الممكن أن تستمر قطر في نفي هذه الشبه، خاصة وأن الأوراق بدأت تتكشف للعالم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرت أستاذة مريم بأن الأوراق بدأت تتكشف، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف استطاعت دولة صغيرة بحجم قطر أن تتبوأ هذه المكانة بأن تستضيف مونديال 2022؟ لا سيما أن العرض الذي قدمته للمونديال لا يضاهي العرض الذي قدمته أمريكا أو نيوزيلندا. ففي واقع الأمر ثمة كتاب ألف من قبل كاتبين بريطانيين هما هايدي بليك وجوناثان كالفيرت عن الساندي تايمز، تحدثا عن ألاعيب أو ما وراء هذا المونديال، الكتاب بعنوان اللعبة القبيحة كما تفضلتم. استطاعا من خلال تحقيق صحفي استقصائي موسع أن يثبتا بالأدلة والشواهد إلى أي مدى تورط أحد المسؤولين القطريين في شراء أصوات ترجح الكفة لصالح قطر بأن تستضيف المونديال، وكانت هذه الأدلة عبارة عن رسائل صوتية ومسجات وفاكسات. فنحن هنا طبعا نسأل يعني عوضا عن هذه الشواهد، كما ذكرتم بأن هنالك أيضا أمور عانى منها العمال الذين ساهموا في تشييد المدن التابعة للمونديال، توفوا تحت ظروف مناخية غير ملائمة في الوقت الذي كانت فيه الجزيرة تغط بسبات عميق، فأين دولة الجزيرة من ذلك على سبيل المثال، التي تدعي الحرية وتدعي الموضوع والحياد، لم تنبس بشفة حول ما حدث للعمال الذين سقطوا ضحية لهذا المشروع الذي كلف دولة قطر ما يقارب 35 مليار دولار. طبعا هي الآن تعاني أو لربما يسحب منها هذا المشروع، سيما مع علاقات المتوترة في محيطها وجيرانها، وكما تعلمين بأنه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وأوروبا والغرب بشكل عام يشترط الاستقرار السياسي ويشترط البعد عن العنف بكافة أشكاله، ويشترط تثبيت دعائم الشرعية للحصول على مكتسبات سواء كانت سياسية اقتصادية أم رياضية. قطر أيضا استعانت يعني الرعاية الرياضية كمنهج لها كي تتبوأ منزلة أكبر، فهي رعت نادي برشلونة الإسباني على سبيل المثال، وتبنت أيضا نادي سان جيرمان الفرنسي، لكن أؤكد لك بأن كل هذا سيسقط ما لم تصحح قطر من سياساتها الداخلية. نعم، كما تفضلت أن شواهد كثيرة على شبه الفساد في هذا الملف، ولكن اليوم الضغط الدولي أيضا أشد، كما رأينا قبل قليل أن هناك مجموعة من المتظاهرين يطالبون بسحب الملف من قطر. ما الذي على ظل التحرك القانوني أو الحقوقي، ما الذي من الممكن القيام به الآن وقد ثبت إلى حد كبير شبهة الفساد في هذا الملف ليتم تصحيح هذا المسار؟ طبعا الآن القائمين على الفيفا مسائلين، لأن كما ذكرنا هنالك شواهد عديدة والتحرك الدولي يصب في صالح هذه الأزمة. لكن أرد وأؤكد أيضا إذا كنا نتحدث عن أزمة قطر سياسيا فلن يفك شفراتها إلا الوساطة الداخلية الخليجية، لأن نحن نعلم بأن أمريكا أو الاتحاد الأوروبي له مصالح يربطه مع قطر، وحتى الاتفاق الذي أبرم مؤخرا ما بين ترامب وما بين دولة قطر، هذه في النهاية ممكن يعني يوقف الإرهاب بين الدولتين، ولكن لم يأتي بثمار جيدة على صعيد العلاقات الخليجية. فللأسف يعني نحن كنا نعول كثيرا على الوساطة الخليجية، لكن واضح جدا بأن قطر متعنتة و يعني صامدة كما يقولون، مش قادرة أنها تتجاوب وتدرك بأن هي تشكل خطر كبير جدا على الأمن القومي العربي. نعم، بالعودة إلى مسألة الوساطات التي تحدثت عنها، بالأمس أعلنت الدوحة بأنها مستعدة لأن تناقش قائمة الشخصيات والكيانات الإرهابية مع الولايات المتحدة. نعم. في حين رفضتها جملة وتفصيلا في بداية الأزمة. برأيكم ما سبب أن تكون قطر منفتحة على الحلول مع دول أجنبية خارج المنطقة
محيط الخليجي وتكون متعنتة مع محيطها الخليجي. بالأمس وقف وزير الخارجية الإماراتي السيد أنور قرقاش أمام تشاتم هاوس مفندا بالأرقام المبالغ الهائلة التي تستخدمها قطر في تمويل الإرهاب. هنالك 300 مليار دولار تستخدمه قطر لتمويل الفكر الإرهابي سواء في سوريا، ليبيا، اليمن أو حتى منظومة دول الخليج العربي. وأكد قرقاش على ماذا نتفاوض إذا كان يعني الطرف القطري يرفض مطالبنا. نعم. هنالك مطالب وضعت جملة وتفصيلا لحد الآن لم تراعي قطر حتى جانب الليونة في التعاطي معها، بل على العكس تشددت في ذلك واستخدمت منابرها الإعلامية ضد منطقة الخليج العربي. نعم، الكاتبة والأكاديمية بثينة خليفة قاسم، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا جزيلا لكم. شكرا.